خطفت الممثلة المغربية نزهة الركراكي والدة الفنان سعد لمجرد الأضواء على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها بإطلالة جديدة ومختلفة أظهرتها كأنها شابة في العشرينيات من عمرها. ونشر عدد كبير من رواد موقع فيسبوك صور نزهة الركراكي التي ظهرت فيها بملامح شابة وتسريحة شعر بسيطة منسدلة على الأكتاف، ما زاد إطلالتها جاذبية وقبولة. وفي مقابل ذلك يرى بعض المعلقين على صور الفنانة المغربية أنها أجرت عملية تجميل خفيفة على وجهها، فيما رأى بعض المتابعين أنها استعملت مكياجاً خفيفاً وناعماً وبطريقة عصرية، ما ساهم في ظهور ملامحها الجميلة.